المسيحيين واليهود يدخلوا الجنة؟ عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. لكن أنا من خلال اجتهاداتي بقول واحد زي مجد يعقوب، وما قدمه وما قدمه للفقراء المسلمين قبل ما يكونوا مش مسلمين، هذا الشخص معقول ربنا يظلمه ويدخل النار؟ لا، شايفة لو دخل النار يبقى ربنا ظلمه يظلمه. لا يعني أنا بقولك ربنا عادل وما يقول وما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني كل واحد يعبد ربنا بطريقته، لا يعبده بالطريقة بالدين المسيحي، يعبده هو يهودي، يعبده هو مسلم، كل واحد يعبد ربنا بالطريقة اللي هي اللي هو شايفها مناسبة بالنسبة له. هو ربنا بيقول في القرآن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقه. الاختلاف في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ شوف ربنا معنى ايه الايمان؟ ان انا اكون مؤمنه ان انا اكون موحده بالله، ولا لازم عشان اكون مؤمنه ان انا اصلي الخمس فروض وان انا ازكي وان انا احج وان انا، ولا الايمان ده ممكن انا ابقى مؤمنه وانا مسيحيه مسيحيه مؤمنه، يهوديه يهوديه مؤمنه؟ هل الايمان مقتصر بس على المسلمين ولا المسيحيين واليهود في منهم مؤمنين كمان؟ في منهم وفي منهم مشرك. يعني عشان كده تلاقي في القرآن الكريم مش موحد بالله، ليسوا سواء ليسوا سواء. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فإذا ربنا، وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج من كتابية سواء كانت مسيحية أو يهودية، المهم ما تبقاش مشركة. فإحنا عندنا ثلاث درجات يا أميرة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام هو طبعا الديانة المحمدية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فإن يقبل منه. وبعدين الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، زي الصلاة بتصدق القول، وأركان الإسلام بتصدق قول الإيمان. صليت في المسجد، صليت في الكنيسة، أي مكان، أي مكان أصلي فيه، أي مكان، أي مكان. وهو رب الرسول بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أرض، أي مكان في الأرض. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني في تيمم بتراب الأرض عند فقد الماء أو وجود الماء وعدم القدرة على استعمال الماء بالنسبة للمريض مرضا شديدا، ويبقى في ضرر اللي هو توضأ واستخدم الماء. وربنا قال له عليه بالتراب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مسح على الوجه ومسح على اليدين، ويبقى كده طهر. ولذلك عملية العبادات في الإسلام من حيث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ترتيبها كده تعتبر أركان أساسية للعبادة في الإسلام. ولكن هناك توسع أن كل فعل وكل قول الغرض منه أو يؤدي إلى رضا الله ورسوله فهو من الأركان. يعني في بوسع، ده عندي آية في سورة الحج، آخر آية في سورة الحج، شوف بقى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وسع الدائرة واعبدوا ربكم، وسع الدائرة أكتر وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب بما معناه احنا عايزين بس نلخص النقطة دي عشان أبقى قفلت الملف ده، إنه سواء مسلمين مسيحيين يهود المؤمنين منهم هيدخلوا الجنة. برضك علم ربنا يا أمير، ده اجتهاد. إذن فباب الاجتهاد مفتوح، ربنا لم وهنرجع للنقطة دي ماشي. لكن في رأي حضرتك أو من خلال قراءتك ومن خلال بحثك واجتهدتي وعرفتي أو كونتي رأي، إنه سواء كان مسلمين يهود مسيحيين
المؤمنين منهم هيدخلوا الجنة. الجنة مش 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 للمسلمين فقط. الحقيقة أنا كنت الله يرحمه أنا عايزة نعم أم لا؟ نعم لا، لكل لكل.